يوافقني مع أن دخل المواجهة بفكر واحد هو الفوز وبوضعية مختلفة. اتحاد طنجة يترصد دوما مع أندية الصدارة وما زال يأمل في العودة إلى الصراع على رأس الترتيب، بينما سخونة الصفوف الأخيرة تكاد تلامس فريق شباب أطلس خنفرة. بدفاع متقدم حاول فريق شباب أطلس خنفرة مجاراة رغبة اتحاد طنجة المبكرة في الوصول إلى المرمى. بعد ذلك بادر لاعب اتحاد طنجة إلى محاولة التهديد عبر التسديد. المرتدة الهجومية كانت السلاح الوحيد للاعب شباب أطلس خنفرة، وكانت تقبر في مهدها وفي أحسن الأحوال تنتهي بعد أمتار قليلة من منتصف الملعب. الدقائق الخمسة الأخيرة من الجولة الأولى حاول فيها شباب أطلس خنفرة الاقتراب أكثر من مرمى أمسيف. بالمقابل ضعف لاعب اتحاد طنجة سرعتهم في الوصول لمرمى الخصم دون جديد. اليوم دراري عملوا كل ما لازم يعملوا، ما يخصنا غير البيت. خذوا لي ديال ديالهم، مشاو القدام، مشاو في الكرات الثابتة. الحمد لله اليوم أنا مانيش راضي بالنتيجة، راضي للمردود اللي داروا الدراري رغم الكراهات ورغم الغيابات ورغم ورغم ورغم. تنقلبوا على أقل النقاط ولو نقطة واحدة، بالخصوص أن هذه المرحلة ديال الإياب ما هي سهلة. اليوم في هذه الأجواء ما يمكن لي إلا نحيي اللاعبين على هذه القتاليات. يبقى دائما فريق اتحاد طنجة عنده لاعبين ممتازين. اليوم كانت كما قلتي مقابلة تكتيكية صحيح. الجولة الثانية كانت شبيهة بالأولى مع محاولة أكثر من الجانبين، إلا أن الالتزام الواضح للفريقين بطريقة اللعب حالت دون جديد بالرغم من بعض المحاولات الفردية الخطيرة من الجانبين. وفريق النادي القنيطري الذي استأنس مقامه بقاع